شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. أول ما يلفت النظر في هذه الآية المباركة أنها استخدمت صيغة باب الإفعال، ولم تستعمل صيغة الثلاثي المجرد، هنالك فرق بين كلمة أنكحوا وبين كلمة إنكحوا. كلمة إنكحوا نكح فعل ماضي، ينكح فعل مضارع، إنكح فعل أمر. هذا الفعل إذا خاطبنا به الجماعة يصير إنكحوا. أما صيغة باب الإفعال، الماضي منه أنكح، والمضارع منه ينكح، والأمر منه أنكح، والخطاب لصيغة الجماعة أنكحوا. فهنالك كلمتان، كلمة أنكحوا وكلمة إنكحوا. كلمة إنكحوا يعني تزوجوا، بينما كلمة أنكحوا يعني زوجوا. الخطاب في هذه الآية المباركة ليس بالتزوج، الله سبحانه وتعالى لا يخاطب الأزواج الذين لا زوجات لهم فيقول لهم تزوجوا، لا، ولا يخاطب النساء اللواتي لا أزواج لهن ويقول لهم تزوجن، لا،
وإنما الله سبحانه وتعالى يخاطب المجتمع، المجتمع ككل، ويخاطب الأمة ككل، يقول: وأنكحوا الأيام منكم. الأيام جمع أيم، الأيم يعني الرجل الذي لا زوجة له، والمرأة التي لا زوج لها، كل منهما يقال له أيم. الله لا يخاطب ذوي العلاقة المباشرة، لا يخاطب الرجل المؤهل للزواج، ولا يخاطب المرأة المؤهلة للزواج، لا، وإنما يخاطب المجتمع. لماذا؟ ربما والله أعلم تكون العلة في ذلك أن الأشياء على نوعين. النوع الأول أشياء الإنسان يتمكن أن يوفرها بنفسه بشكل مباشر، هذا نوع من الأنواع. النوع الثاني أشياء الإنسان لا يتمكن أن يوفرها لنفسه بشكل مباشر، غالباً أو عادةً. الزواج من هذا النوع الثاني الأفراد لا يتمكنون في كثير من الحالات أن يوفروه لهم بشكل مباشر. ليش ما يتمكن؟ لأن الحياء يمنعه، الخجل يمنعه. المرأة التي لا زوج لها تأتي إلى المجتمع أو تأتي إلى أبويها وتقول: زوجوني، هذا خلاف العرف الاجتماعي القائم. ما أقول خلاف الشريعة، لا، مو خلاف الشريعة، ولكن خلاف المنهج اللي تداولنا عليه ومشينا عليه. المرأة عادة لا تأتي وتطلب الزواج، الشاب عادة لا يأتي ويعرض على والده الزواج. المرأة اللي مات زوجها، هذه حالة منتشرة، مرأة بالذات إذا كانت شابة تأتي وتقول: زوجوني، هذا عيب عندنا، هذا خلاف العادات الاجتماعية، هذا خلاف العرف الاجتماعي. وإنما يجب أن هذه المسكينة تبقى إلى آخر حياتها بلا زوج. ليش؟ لأن هنالك عرف اجتماعي ظالم يفرض على هذه المرأة أن تبقى إلى آخر حياتها بلا زواج. هذه المرأة الأعراف الاجتماعية تمنعها. امرأة مات زوجها تأتي تقول: زوجوني، أي امرأة تجرؤ على ذلك؟ رجل كبير مات زوجته، هل يأتي إلى المجتمع ويقول: زوجوني؟ ما يقبلون، لا أولاده يقبلون، لا بناته يقبلون، لا يقبل منه. فإذن أكو هنالك حواجز، حاجز الخجل، حاجز الحياء، حاجز الأعراف الاجتماعية الظالمة. لذلك الله سبحانه وتعالى يحول هذه القضية إلى مسؤولية اجتماعية. هذه من مسؤوليات المجتمع، المجتمع ككل.
الأمة ككل ينبغي عليها أن تفكر في هذه القضية. وأنكحوا، الخطاب مو للأولياء، الخطاب للمجتمع ككل. وأنكحوا الأيامى منكم، إذا شفتوا امرأة لا زوجتها لا زوج لها زوجوها، حاولوا تزويجها، توسطوا بين الطرفين. احنا عندنا في الشرع عنوانان، عنوان من زوج أخاه المسلم، هذا عنوان. العنوان الثاني الشفاعة في الزواج، يعني تشوفون شاب ما عنده مال تعطونه مال وتقولون تزوج بهذا المال، زوج أخاه المسلم. أو الشفاعة في الزواج، يعني تتوسطوا في الزواج بين عائلتين. كلا هذين العنوانين موجودان في الأحاديث الكريمة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أفضل الشفاعات، هذه أفضل شفاعة، أفضل وساطة، أن تشفع بين اثنين في نكاح، هذا أفضل شيء، حتى يجمع الله بينهما. هذه رواية. الرواية الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في من يسعى لزواج أخيه المسلم، الرواية واردة في هذا الباب، كان له، يعني لهذا الذي يسعى، حقيقة ثواب عجيب، كان له بكل خطوة خطاها، كل خطوة اللي يخطوها في سبيل هذا التزويج، أو بكل كلمة تكلم بها، كل كلمة ينطق بها، ما هو الثواب؟ ثواب عظيم. كان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة، قيام ليلها وصيام نهارها، يمكن في 10 ملايين أو في 100 مليون أو في 1000 مليون مسلم لعله واحد ما يوفق إلى هذا العمل، واحد سنة كاملة يقوم الليل من أول الليل إلى الصباح بالعبادة ويصوم النهار، هذا عمل سنة كاملة، ما أعلم واحد منا وفق في حياته لهذا الشيء، لعله نادر شبه معدوم. هذا الرجل الذي يسعى لزواج أخيه المسلم بكل خطوة يخطوها أو بكل كلمة يتكلم بها، كم كلمة؟ الله يكتب له عمل سنة كاملة. ولعله من العوامل في ذلك أن القضية قضية صعبة، الأفراد يهربون من ذلك لأن يفكر أنه يتورط بعدين يحدث هنالك خلل، الزوج تحدث له مشكلة مع الزوجة، الزوجة تحدث له لها مشكلة مع زوجها، فهو يتورط في القضية. ف
فالناس يفرون من ذلك عادة، لعله من عوامل هذا الثواب العظيم هو هذه الجهة، أنه عمل مشكل. الله تعالى في هذه الآية يقول: وأنكحوا الأيام منكم، كلما وجدتم شابا لا زوجة له، مو شاب، حتى إذا شيخ، حتى إذا واحد كبير في العمر ماتت زوجته، وأنكحوا الأيام منكم، إذا شفت رجل لا زوجة له، المجتمع موظف أن يزوج هذا الرجل. إذا رأيتم امرأة لا زوج لها، مطلقة، أرملة، المجتمع موظف أن يزوج هذه المرأة. وأنكحوا الأيام منكم، اللفتة القرآنية الثانية: والصالحين من عبادكم وإمائكم. كثير من الأفراد هذا الشيء موجود عندهم، قديما كان موجود هذا الشيء ولعله حتى الآن موجود، عندهم خدم في البيوت، عند خادمة في البيت، يظن أن هذه الخادمة أو هذا الخادم ما إلى مشاعر، كأنه الله سبحانه وتعالى خلق الخدم والعبيد والإماء والخادمات بشكل ثاني، كأنه ما عنده شعور، كأنه ما عنده مشاعر، كأنه ما عنده أحاسيس. لا، هذا بشر مثل، له مشاعرنا وله غرائزنا. كثير من الناس خادم في البيت يعتبرونه محرم من المحارم. لا، هذا الخادم خطر في البيت، خادم شاب لا زوجة له، والإنسان عنده بنات في البيت، هذا خطر، هذا الخادم. كيف تترك هذا الخادم يذهب مع هذه البنت؟ هذه البنت غير المتزوجة وهذا الخادم غير المتزوج، كيف تأمنه عليها؟ هذا الخادم له غرائز، هذه الخادمة لها شهوة مثل بقية البشر. كثير من الناس كانوا يظنون وإلى الآن يظنون أن العبيد، أن الإماء بشر من نوع ثاني. لا، هذا بشر له احتياجات البشر وله غرائز البشر، وينبغي أن نفكر فيه كما نفكر في أولادنا. الإنسان شلون يفكر في أولاده؟ شلون يفكر في بناته؟ يجب أن يفكر في هؤلاء. لذلك الله تعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم، يعني من الأحرار، والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذه اللفتة القرآنية الثانية. بعض المفسرين ذكروا أن الصالحين مو يعني المتدينين، يعني الصالحين للزواج، المؤهلين للزواج، وهذا بتفصيل ما علينا به الآن. ننتقل إلى الفصل الثاني من هذه الآية المباركة. الله تعالى يقول، الله في القرآن الكريم إذا تلاحظون ما يشرع قانون فقط كالمشرعين الفعليين، قانون يكتب أمر نهي وانتهى. لا، الله تعالى، ودققوا عندما تقرؤون القرآن الكريم، دققوا في هذه الجهة، يشرع القانون، وفي ذات الوقت
يتعرض لحواجز معينة تحول دون تطبيق هذا القانون. الزواج توجد هنالك حواجز، حواجز نفسية تمنع من الزواج، وأهم هذه الحواجز قبل 1000 سنة وفي هذا اليوم وربما بعد 1000 سنة أيضا، أهم الحواجز التي تمنع من الزواج مشكلة الفقر. الكل يقول أنا ما أقدر، الكل يقول ما أتمكن، يجب أن أؤمن معيشة لزوجتي، أنا ما أقدر، أحتاج إلى مهر، ما أتمكن، أحتاج إلى بيت، ما عندي. القرآن الكريم يتطرق إلى هذا الحاجز النفسي ويقول إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. كيف؟ أولا، الإنسان الذي لا يشعر بالمسؤولية ماكو داعي يتحرك، أنت وحدك لا تشعر بمسؤولية عن زوجة عن أولاد، ماكو داعي للحركة، ماكو مبرر للحركة. أما إذا واحد تزوج الآن اختلف عن قبل، الآن عنده شخصية اجتماعية، الآن يشعر بالمسؤولية، بالليل عندما يجي للبيت ما يمكن أن يأتي بيد خالية، هذا مو عذر، الزوجة تطالبه، أهل الزوجة يطالبوه، أبوه أمه يطالبوه، أولاده يطالبوه، المجتمع يطالبه. هذا اختلف عن اللي كان قبل، هذا الآن عنده شخصية اجتماعية، هذا عنده مسؤولية. فهذا الشعور بالمسؤولية يدفعه إلى أن يطرق جميع الأبواب ويخطط ويفكر حتى يصل إلى الرزق الحلال، هذا أولا. ثانيا، الإنسان المتزوج تتجه نحوه العواطف الاجتماعية. أنت عندك ابن مو متزوج ما تنفق عليه، ولكن إذا تزوج هذا الولد تثار عاطفتك نحوه، الأب الأم الأقرباء المجتمع تستثار عاطفتهم نحو هذا البيت الجديد فيدعمون هذا البيت الجديد. اثنين، ثالثا، اليد العاملة الواحدة إذا انفصلت عن يد عاملة ثانية الإنتاج يكون قليل. الآن الاقتصاد العالمي يبتني على هذا الشيء، رجل عنده ثروة له إنتاج محدد، رجل ثاني عنده ثروة له إنتاج محدد، ولكن إذا اجتمعت هاتان الثروتان واجتمعت هاتان اليدان الإنتاج يتضاعف. يد عاملة ويد عاملة إذا اجتمعت هاتان اليدان العاملتان، الزوجات قديما كلهن كانوا أو كثير منهم كانوا يعملون، كانوا يعملون في البيت، مو عيب، كانوا يخيطون في البيت، كانوا يعملون يتاجرون. إذا اجتمعت هاتان اليدان العاملتان، يد الرجل
ويد المرأة يكون الإنتاج مضاعفا. هذا ثالثا. ورابعا ولعله الأهم، الوعد الإلهي: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. إذا تاجر من التجار يقول لك أنا أتكفل مصارفك، تثق به أو لا؟ تاجر أمين صدوق. الله سبحانه وتعالى يعد ويقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ولا يثق الإنسان بهذا الوعد. الإنسان يظل دائما يخاف الفقر، هذا يعبر عن ضعف الإيمان بالله. الله الآن 40 عام، 50 عام، 80 عام أنعم علينا، ما ليلة من الليالي متنا من الجوع، بتنا جائعين. الإنسان كل ليلة يفكر أنه كيف، وما هو المستقبل، ومن أين؟ الله اللي مشاك إلى هذا اليوم يمشيك في المستقبل أيضا. لذلك في الحديث: من ترك التزويج مخافة عيلة فقد أساء الظن بالله. هذا ما عنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. الإنسان يجب أن يكون مطمئنا بالله، واثقا بوعد الله، أما أنه دائما يعيش في حالة قلق واضطراب. وكيف نعيش؟ مثل ذاك التاجر، مرة نقلت قضيته في مكان آخر، تاجر خسر في تجارته، فأخذ يفكر في يوم من الأيام أنه أنا الثروة اللي عندي كم تكفيني؟ فكر فكر فكر، قال: هذه الثروة تكفيني لعامين. عامين. بعدين فكر: بعد العامين ماذا أفعل؟ ماذا أفعل بعد العامين؟ هل أذهب وأتكفف؟ أروح أسأل الناس؟ هذا الخاطر أخذ يلح عليه ويلح عليه ويلح عليه، فذهب وانتحر، لأنه بعد عاميا لا يعلم كيف يكون مصيره. هذا مو ضعف الثقة بالله، هذا مو ضعف الأمل بالله. الله مشى حياتنا إلى الآن ويمشيها. الإنسان يجب أن لا تضغطه المشكلة، وإنما دائما يكون قوي القلب بالله تعالى. كان هنالك طالب من طلاب العلوم الدينية في مدينة زنجان. كان هذا الطالب يدرس عند الشيخ عبد الكريم الخؤيني، هذا عالم من كبار العلماء، وهو شارح كتاب الكفاية، عند الشرح كان يدرس عند الكفاية. يقول هذا الطالب في يوم من الأيام: قال لي أستاذي الشيخ عبد الكريم أنه: لماذا لا تتعمم؟ أنت طالب علم وتدين، وصلت إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة الكفاية، ليش ما تتعمم؟ فقلت له: أنا عندي أب كبير في العمر، وأخاف أنه يوم من الأيام
الرزق بعد ما يصل إلى أبي يضعف عن طلب الرزق. وأنا أفكر أنه أنا ما عندي تصميم على إدامة الخط العلمي، لا، يمكن في أي يوم من الأيام أترك، إذا شوي شفت وضع والدي غير مستقر أنا أترك طلب العلم وأذهب إلى الكسب. يقول شيخ عبد الكريم: ما اقتنع بهذا المنطق، ثم ذهبت إلى البيت. أنا رحت للبيت، وبيتنا كان في منطقة بعيدة في زنجان، والحر كان شديد. يقول بعد فترة قليلة وإذا بواحد يطرق الباب. يقول جئت إلى الباب وإذا به الشيخ عبد الكريم، هو كان عالم كبير. أجي إلى الباب، قلت له تفضل. قال لا، أنا فقط عندي كلمة واحدة إليك، هذه الكلمة يجب أن تكون في أذهاننا في شدائد الحياة، في التفكير في المعاش، في التفكير في المستقبل. أنا فقط عندي كلمة الآن، وقت صلاة الظهر لازم أروح أصلي صلاة الظهر، ما أدخل في البيت. الكلمة أنه أنت بعد ما رحت أنا تذكرت هذه الآية الكريمة. الآية تقول: الشيطان يعدكم الفقر. هذه إلقاءات الشيطان، كيف يكون؟ ما هو المستقبل؟ إذا أنفقت في سبيل الله فلعله لا أتمكن أن أديم حياتي ومعيشتي. إذا أنا تزوجت كيف أنفق على زوجتي؟ من أين؟ كأنه الإنسان ما إلى رب، ما إلى مدبر. أنا تذكرت هذه الآية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وأنا أخشى أن يكون هذا الخاطر الذي جاء إلى ذهنك هذا من إلقاءات الشيطان، حتى شاب مثلك في استعدادك يحرمه من طلب العلم ويحرمه من أن يكون رجل من رجال الدين وعلماء الدين. قال هذه الكلمة وذهب. يقول هذا الطالب هذه الكلمات فورا أثرت في قلبي، وصممت منذ تلك اللحظة على أن أستمر في طلب العلم. تعلمون من هو هذا الطالب؟ هذا الطالب أصبح فقيها كبيرا من فقهاء الطائفة، وهو آية الله المرزا باقر الزنجاني، أحد كبار علماء النجف الأشرف. كان موجود توفي قبل 40 عام هالحدود. هو هذا الطالب المرزا باقر الزنجاني. فواحد دائما يفكر أنه كيف، ويبتلى بحالة الإحباط. العلامة الطباطبائي في قضية مطولة، ما أريد أفصل هذه القضية، من جملة الذين نقلوا هذه القضية الشيخ عبد الكريم، الشيخ مرتضى الحائري ابن الشيخ عبد الكريم ناقل هذه القضية في كتابه عن العلامة الطباطبائي. يقول في يوم من الأيام كنت في شدة ومحنة، المهم أبويا في إيران كان يبعث للنفقة وأنا في النجف،
العلاقات اضطربت بين الدولتين، انقطع عني المورد المالي، أنا أخذت أقترض من هذا ومن ذاك، من معارفي من أصدقائي. في يوم من الأيام كنت قاعد أطالع وكنت أفكر في مسألة علمية، فجأة إجا هذا الخاطر في ذهني أنه كيف أعيش؟ الطريق مغلق، نفقة ماكو، أنا اقترضت من هذا وذاك، بعد من أقترض؟ من أين؟ يقول هذا الخاطر أخذ يلح على ذهني إلحاح، بعد ما قدرت أطالع المسألة اللي كانت في ذهني، بعد ما تمكنت أفكر فيها، كنت واضعا رأسي على كفي وكفي على المنضدة هالشكل دا أفكر أنه كيف أعيش، ماذا أفعل؟ وإذا أختصر القضية، أرى أمامي تفصيل، أكو هنا ما علي بي، أرى أمامي رجلا طويل القامة ذو لحية مخضبة بالحناء، عمامته عمامة غير مألوفة، قباء غير مألوف، ولكن وجهه جذاب مشرق. فسلم عليه وأنا متيقن أنا في حالة اليقظة، وقال لي: إن الله يقول لك يا فلان، متى تركناك جائعا خلال 18 عام الماضية حتى الآن تفكر في رزقك؟ متى تركناك؟ قال هذا وذهب، وقال: أنا الشاح حسين ولي، أول ما سلم علي، أنا الشاح حسين ولي، إن الله تعالى يقول لك هذه الكلمات. يقول: أنا تعجبت، منو هذا الرجل؟ منين إجى؟ شنو معنى هذه الكلمات؟ يقول: الله مشى الأمور، بالصيف ذهبت إلى تبريز، بين الطلوعين كنت أتمشى في المقابر، بين المقابر، وإذا بي أرى قبرا مجللا تبدو عليه ملامح العظمة، توقفت عند القبر بين الطلوعين، فرأيت مكتوب على هذا القبر: هنا يرقد الشاه حسين ولي. نفس الرجل اللي قال أنا شاه حسين ولي، شفت تاريخ وفاته مكتوب: توفي، يعني رأيت توفي في العام الفلاني، حسبت هذا الرجل توفي قبل حوالي 300 عام، كان في الدورة الصفوية كما ينقلون، ويقولون كان وليا من أولياء الله الشاه حسين ولي. فقال لي كلامنا في هذه الكلمة: متى نسيناك خلال 18 عام الماضية؟ متى تركناك جائعا خلال 18 عام الماضية حتى أصبحت تفكر في رزقك؟ إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. مو قدرة محدودة اللي تنتهي بعطاء قليل مثل البشر، ويعلم إذا المجتمع ما يعلم، الله يعلم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله،
والله واسع عليم. حقيقة مثل ما احنا نفكر في أولادنا يجب أن نفكر في الآخرين أيضا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير.